السلام عليكم إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلمة اليوم باللغة العربية. وكلمة اليوم هي حرف الجر، وحرف الجر في أحد حروف الجر الكثيرة في اللغة العربية التي تجر الاسم، والجر في الغالب علامته الكسرة في آخر الاسم، وهي إحدى الحركات الثلاث في الكتابة العربية، وعلامتها كالتالي: هذه هي الجرة، عندنا فتحة وضمة وكسرة. إذا أردنا أن نفصل يمكن أن نكتب على النحو التالي: عندنا حركة قصيرة وحركة طويلة. فحركة قصيرة تنقسم إلى ثلاثة: فتحة وكسرة ثم ضمة. فعلامة فتحة هي هكذا فوق الحرف، ثم كسرة ثم ضمة. فهذه هي ثلاث حركات قصيرة. ثم الطويلة كذلك تنقسم إلى ثلاثة: عندنا ألف ويا وواو. إذا قلنا دال زائد ألف يساوي دا، إذا قلنا دال زائد يا يساوي دي. ثم نأتي إلى الواو، إذا زدنا واو وقلنا دال زائد واو يساوي دو. فإذن في باختصار، الحركة القصيرة عندنا فتحة كسرة ضمة، هنا دا دي دو، وهنا الطويلة نقول دا دي دو. فألف والياء والواو تسمى حروف المد. فإذا قلنا كسرة يعني هي إحدى الحركات الثلاث في الكتابة العربية، وعلامتها كما شرحت حرف الجر في له دلالات متعددة، وفيما يلي ذكر لبعضها يأتي بمعنى عند، مثل أنا في البيت الآن، ويأتي بمعنى داخل، مثل القلم في الكتاب، ويأتي بمعنى على، مثل ولد في فبراير 23 1980، ويأتي بمعنى لأجل، مثل هذا في سبيل الله، ويأتي بمعنى بسبب، مثل قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة. مشاهدي الأعزاء، بهذا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن متابعتكم، وفي الختام لكم مني كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.